من المفترض انه يبتدي بيه الفريقين. خلينا نروح للتشكيل المتوقع للنادي الاهلي، ووارد ان يكون في تعديلات في حراسه المرمى: شريف اكرامي، اثنين قلبي دفاع سعد سمير ورامي ربيعه، جانب الايمن كالعاده احمد فتحي، الجانب الايسر ايضا كالعاده علي معلول الدولي التونسي، هشام محمد وعامر السوليه. هشام محمد هيبقى ليه دور كبير جدا في انه هيعمل المسانده الهجوميه مع عبد الله السعيد اللاعب رقم 10، هشام محمد هيلعب اللاعب رقم 8 اللي بيساند في الناحيه الهجوميه، على الجانب الايمن وليد سليمان، على الجانب الايسر جونيور اجاي، وفي الامام المهاجم المغربي وليد ازارو. قد يتغير الحال مع الكابتن حسام البدري ويبدا باجاي كراس حربه صريح، ومن الوارد دخول مؤمن زكريا في الجانب الايسر مكان اجاي، وليد ازارو يبقى ورقه رابحه، او قد يتغير الحال ويبتدي النادي الاهلي كما بدا امام الترجي بوجود اجاي على دكه البدلاء واستعانه به كورقه رابحه. كل هذه الامور وارده في سيناريوهات الكابتن حسام البدري هو الادرى بها في خلال المباراه. نروح للنجم الساحلي التونسي، فريق النجم الساحلي التونسي، في حراسه المرمى اسامه البلبولي، في قلبي دفاع محمد كوناتي ورامي البدوي، خط الظهر برضو بيتكون من حمدي النجاز الجانب الايمن، وده من اهم اللعيبه المميزين في فريق النجم الساحلي، ايضا الجانب الايسر فيه علي البريدي، وامامه محمد امين كلاعب وسط الارتكاز مع امين الطرابلسي. حمزه الاحمر هو محور اداء الهجومي لفريق النجم الساحلي، هو اللعيب اللي بيمرر لاعب رقم 7، وهو اللي بيلعب كشكل صانع العاب وممول لكل الناحيه الهجوميه لفريق النجم الساحلي. امين الشربيتي اللاعب المخضرم في الامام، خليل بنجوره لعيب محترف غيني على اعلى مستوى، وفي الامام اللاعب المهاجم المصري الخطير عمرو مرعي، من اللعيبه اللي بتجري كتير جدا، والنادي الاهلي وقلبي دفاعه لازم يعملوا حسابهم امام هذا اللاعب، لانه من اللعيبه اللي بتجري معدل جريه كتير جدا وهينهك دفاعات النادي الاهلي في الجري. ده ابرز ما جاء في التشكيل المتوقع. قد يتغير ايضا المدير الفني الفرنسي لفريق النجم الساحلي. احنا لسه عندنا كلام مع زميلنا امير هشام واخر اخبار كواليس النادي الاهلي وبعثه النادي الاهلي في تونس. امير، ماذا لديك؟